زي ما تعودنا من التحالف الوطني إنه يخدم أهالينا في كل مكان وخاصة في القرى الأكثر احتياجاً. مؤسسة راعي مصر اللي هي واحدة من كيانات التحالف كانت حريصة إنها تيجي بقوافلها الطبية لمحافظة بني سويف وتحديداً لقرية بني مؤمنة بمركز بيبا عشان تكشف على أهل القرية وتقدم لهم العلاج، وكل ده بالمجان. التحديات اللي موجودة هنا في القرية إن هي في ظهير زراعي، ففي بعض الانتشارات في الأمراض الجلدية، فبناء عليه إحنا جايبين النهاردة التخصصات الباطني والعظام والرمد والجلدية عشان نقدر نفيد الناس بأقصى حد ممكن. كشف النهاردة مجاناً، الأدوية مجاناً، العمليات بنطلع من القافلة بعمليات عيون مثل المية البيضة والزفرة، عمليات العظام، عمليات الجراحة العامة. شيء كويس وشيء مشرف جدا طبعا، وبنشكر الدولة وبنشكر المؤسسة على كل المجهودات اللي بتقوم بيها، ونشكر كل السادة الحضور اللي شرفونا النهاردة. القافلة بدورها قدمت كافة أنواع الدعم الطبي، وده من خلال وجود عدة تخصصات زي البطنة والعظام والرمد والجلدية والأطفال، وده فرح كل أهالينا اللي جت واستفادت من القافلة اللي استقبلت أكتر من 300 مواطن. يا ريس بنشكرك، ومش عارفين نعمل معاك إيش في الحاجات اللي انت بتعملها معانا، وربنا يقويك وينصرك على من يعاديك يا رب. عملوا لنا نظارات وعلاج مجاني وكل حاجه، ولقينا الحاله حلوه، يعني في دكاتره حلوه ممتازه، وقلت اجي اكشف على ودنا اشوف ايه. الناس هنا مبسوطه بالقافله اللي جايه البلد، كل البلد مبسوطه. اقول والله الرئيس ده يستاهل كل شيء. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مستمر في الوصول للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، وده هدف بيسعى ليه دايماً عشان يقدم لهم يد العون، وده طبعاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.